اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما شفنا في الصور اللي قبل الفقره، طبعا يعني السنه دي سنه يعني فيها انجاز كبير، وان شاء الله يتكرر هذا الانجاز في بطولات الجمهوريه عشان ناكد رياده قطاع الناشئين وان شاء الله والناشئات كمان في النادي الاهلي. في البدايه برحب بلاعب الفريق وصانع العابه احمد يحيى دودو. اهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بيك. ازيك يا كوتش؟ منور قناه النادي الاهلي. نور يا كوتش. وبنرحب بنور الدين طارق احد نجوم الفريق. اهلا بيك يا نور. اهلا كوتش، منورنا ومنور قناه النادي. ربنا يخليك. ده نور يا كوتش. دودو اجيلك، يمكن البطوله دي ما كانتش سهله خالص بصراحه يعني. صح. واتعمل نظام جديد، وكان في الفاينلز كان معمول دورتين مجمعتين. خلينا نقول البطوله دي ابتدت امتى؟ بطوله المنطقه معاكم ابتدت بتاريخ امتى؟ من شهرين، من ثلاثه، من امتى ابتدت؟ هي ابتدت تقريبا من اول شهر 10، بدانا تمهيدي، بعدها لعبنا سيمي فاينل، بعدها جه في الفاينل لما غيروا الموضوع خلوه ذهاب وعوده. بس فمن اول الذهاب احنا قلنا بقى ساعتها هنمسك كل ماتش بماتش وناخد السته ان شاء الله. طيب انتوا ابتديتوا اعداد من امتى؟ يعني هو كابتن ماجد طبعا المدير الفني استلم المسؤوليه في الصيف تقريبا. وابتديتوا تدريب امتى؟ ابتديتوا وقت اللي هو تقريبا في شهر 7 8 ولا ابتديتوا بعد كده؟ لا تقريبا هو العيد الكبير كان في اول 7 10 7 تقريبا. احنا بدانا 13 7 تقريبا. بعد من الوقت ده وانتوا بتتمرنوا. طيب مين الفرق اللي كنتوا شايفينها ممكن تبقى منافسه؟ هو طبعا الشمس كان فاينل. طب مين فرق تانية كانت شايفينها ان هي قويه برضو؟ احنا كنا شايفين شمس وجزيره هم دول في المنطقه بصوره واضحه يعني. كان في الفاينل شمس وجزيره، وانتوا كان مين كمان؟ مدينه نصر. مدينه نصر. مدينه نصر اخبارها ايه، عامله ايه؟ كويسين يعني. هم كان عمرهم ما وصلوا فاينل اصلا، فاينل فور، كانوا دايما بيخسروا بدري، بس السنه دي عشان نازل لهم اثنين من الفيرست تيم بيساعدوهم، فعشان كده وصلوا في الصوره معانا فاينل فور يعني. طب قول لي، قول لي يا دود، انت من ولاد النادي الاهلي من بدات يعني. طب قول لي يعني انت ابتديت باسكت ازاي ودخلت ازاي الباسكت وايه اللي خلاك تروح وبعد كده اتدرجت ازاي؟ يعني مين مرنك في الاول واتمرنت فين؟ يعني انت من ولاد النادي الاهلي صح؟ يعني هو انا جيت في 16 سنه تحت 16. كنت فين الاول؟ كنت في الصيد انا وسرايا زمان، واللي خلاني اصلا العب باسكت هي سرايا كانت بتلعب باسكت وانا كنت بلعب ساعتها جمباز وتنس. سرايا اختك؟ سرايا محمود اختك؟ سرايا يحيى. يحيى سرايا يحيى. يعني انا 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 ما قالوليش على القهوه، بس سرايا اختك صح؟ طب كويس. هي جت، انت جيت معاها؟ قبلها بسنه. هي جت قبلك بسنه. هو كانت بتلعب برضه في الصيد؟ كانت بتلعب في الصيد. لا معلومه انا اول مره اعرفها. بس بعد كده انت لما هي جت انت جيت. طب ما ده كويس جدا. طيب انت جيت بقى، مين اللي شافك هناك وقال لك تعالى من النادي الاهلي؟ ساعتها كنا نلعب، هو في الاول خالص اسلامي، كابتن اسلامي الكلاني كان عايز يجيبني في تحت 14، بس نادي الصيد ما كانش موافق، قال لي احنا عايزين نهتم بالنشاط الرياضي عندنا وكده، فما كانش موافق خالص. فالسنه اللي بعديها كابتن احمد الجرحي كان ماسك المرتبط، فهو شافني في بطوله ال 14 جمهوريه، فقال لي انا عايز الولد ده وكده. وساعتها اول سنه 16 كان اللي هو عايز ياهلني عشان العب السنه الجايه ابقى في التوب فورم مع فرقه المرتبط. بس فكابتن احمد الجرحي يعتبر هو يعني جابني النادي الاهلي. طب قول لي انت لعبت كام بطوله مع النادي الاهلي كده؟ يعني 16 و2 18 و22 21 لغايه دلوقتي. طب انت فاكر اللي عملت فيهم ايه؟ انا تقريبا لغايه دلوقتي معايا 9 بطولات، يعني من اول ما جيت 16 سنه معايا 9 بطولات الحمد لله. ما شاء الله. يعني عايز اقول لك ان هو برضو انت عملت تاريخ يعني، بالرغم ان انت جيت 16 سنه بس 9 بطولات مع قطاعات الناشئين في النادي الاهلي، اكيد حاجه كويسه. في 5 سنين وقت قصير، فالحمد لله. وان شاء الله في بطوله جمهوريه جايه اهي ان شاء الله. شد حيلكم ان شاء الله. نور اجي لك، يمكن انت نفس الكلام، انت مولاد النادي الاهلي ولا جيت على لا على سن كبير؟ لا بادئ في النادي الاهلي من وانا 13 سنه، حتى بدات في الاكاديميات بتاعت النادي كمان. طيب انت فاكر مين كان بيتمرنك في الاكاديميه؟ في الاكاديميه كان كابتن علاء شاهين. صحيح. كان صحيح بيتمرن في الاكاديميه الاول. وبعد كده بقى بدات مع كابتن محمد اشرف. كابتن محمد اشرف توفيق تحت 14؟ تحت 13. تحت 13. كان لسه كابتن محمد بيتمرن تحت 13. وبعد كده طلعت بقى 14 خلاص. بعد كده مع كابتن اسلام كيلاني بقى 14. وبعد كده طب 16 اتمرنت مع مين؟ كابتن احمد الجرحي. وسنتين؟ سنتين. لا اول سنة. سنه طلعت اعاره نادي الجيش. اول سنه عشان ضموا السنين مع بعض. طلعت مع نادي طلع الجيش موسم واحد. موسم واحد اول. رجعت وانت كبير. كابتن احمد الجرحي. رجعت مع كابتن. طب والسنتين 18 اتمرنت مع مين؟ كان مع كابتن ياسر بفتوه. سنتين 18. واول سنه مع كابتن اسامه السيد. صح كابتن اسامه السيد اول سنه، وثاني سنه صح كان كابتن ياسر بفتوه. واول سنه 20 كانت مع كابتن ياسر بفتوه. مظبوط. طب قول لي يعني كم بطوله خدتها؟ يمكن انت لعبت اكتر من لعبت اكتر من دودو. خدت تفتكر يعني خدت؟ خلينا ناخدها واحده واحده. 13 ما تحسبهاش، 14 احسبها. عملتوا ايه؟ لا خدنا تاني. خدت تاني. طيب و 16 الموسمين؟ لا هي اللي كان المرتبط والجمهوريه والمنطقه في تاني سنه خدتهم كلهم. الحمد لله. ادي ثلاث بطولات. وفي ال 18 برضو كان المرتبط اظن والجمهوريه. يعني انت مثلا تقريبا واخد زي دودو، ما انتوا نفس لما جه دودو انت واخد بعد 9 بطولات. بالظبط. انتوا نفس السن.
وخدت له خدت قبلها مثلا ممكن بطوله او اثنين بس هو 14 منطقه القاهره واحده 14 واحده 13 ما بالظبط يعني انت ممكن تبقى زايد عنه بطوله او اثنين مثلا. طب قول لي يعني انت بقالك كتير في قطاع الناشئين، ايه اللي بيميز قطاع الناشئين في النادي الاهلي؟ ليه ما شاء الله احنا ماشيين كويس؟ ايه اللي انت شايفه في النادي الاهلي خاصه انت طلعت اعاره سنه وفي كتير زيك يعني يعني يمكن انا فاكر سيف وقال برضه طلع الصيد، يعني قصدي اقول لك ان في مجموعه طلعت ورجعت، ايه اللي بيميز النادي الاهلي في قطاع الناشئين اللي انت شايفه؟ يعني انا شايف حاجه، يعني لما طلعت سنه بره انا ما شفتش كده زي الاهلي، هم على طول بالنسبه للاهلي ما فيش حاجه اسمها تاني او ثالث، يعني هو على طول داخل بيلعب على المركز الاول. بره كان مثلا لو حد علق ميداليه تاني او ثالث شايف ان ده انجاز، لا ده بالنسبه للنادي الاهلي ده ولا حاجه، انت كده فشلت يعني في التارجت بتاعك، يا اول يا ما فيش، يا اول يا ما فيش، ده اللي بيميز. فده اللي كان بيميز ده بالنسبه للمنتاليتي. طب بالنسبه للشغل، يعني انت لما بتيجي تشتغل تمريناتك انتظامك في تدريبات، هل شايف ده ليه دور مهم ان انت تبقى التدريبات منتظمه بشكل كويس، احسن مدربين في مصر موجودين، ده اللي مميز مثلا قطاع الناشئين مثلا؟ طبعا عندنا. احنا كان دايما بيبقى معانا احسن مدربين واحسن مدربين احمال احسن دكاتره. بره ما كانش يعني ما كانش كده يعني. هو بس يا دوب المدرب وهو هو اللي بيبرمك احمال. طب قول لي يا نور، انت 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 في سنه كام دلوقتي؟ انا في ثانيه جامعه. ثانيه جامعه. طب قول لي يعني الباسكت حرمك من حاجات كتير صح؟ يعني يعني ما فيش خروج، ما فيش بتاع، ما فيش سهر، يعني سعيد بالحياه دي ولا مضايقاك؟ هو طبعا سعيد ان انا بحب الباسكت يعني وكده، بس هو اكيد مأثر عليا في الدراسه وكده، بس يعني لا انا من وانا صغير بحب عايز تمشي الباسكت. في الاثنين. عايز تمشي في الاثنين، يعني انت مش زعلان ان انت مضحي بحاجات كتير ومركز في التمرين، لا انت شايف انه عادي ان ده لازم يبقى في ثمن انا ادفعه للموضوع ده. بالظبط، انا اللي اخترت دي حاجه انا بحبها يعني فلازم اصلح. طب دودو انت برده في سنه ثانيه جامعه برده؟ ايه الاخبار؟ يعني ماشي كويس ولا برضو الباسكت والمشي مع يعني في الاثنين الموضوع صعب؟ هو انا لغايه دلوقتي انا الحمد لله موفق بين الاثنين، عشان انا بزنس يعني، ممكن نور مش قوي عشان هو كمبيوتر ساينس. فهو ليه كده يا ابني ليه كده نفسك حبيبي كده؟ لا بس شاطر، بهزر طبعا، بس انت لازم كل واحد يدرس اللي بيحبه. اتفضل يا ابني. بس ممكن يكون عنده موضوع صعب شويه، بس انا قشطه يعني، انا ماشي الدنيا ظابط الدنيا يعني. طب قول لي يعني خلينا نتكلم على يوم مثلا، طبعا دي صوره كابتن طارق خيري ومحمد خيري ومؤمن ومحمد وابنائه اللي كانوا بيلعبوا معاكم كمان في الفريق. طب قول لي يعني يمكن يومك مثلا، انت بتقوم الصبح تروح الجامعه تدريب، يعني احكي للساده المشاهدين وهساله لكلكم يعني، عشان برضو الناس تبقى عارفه ان الرياضي او اللي بيبقى مارس رياضه بيبقى ما عندوش وقت يعمل اي حاجه غير انه يلعب رياضه ويروح جامعته. احكي لي يومك وانت في يوم جامعي. تمام ماشي. ممكن مثلا الصبح لو عندي جامعه بروح الجامعه عادي، اخلص ارجع ممكن انام شويه، اصحى اتغدى، ممكن اروح الجيم قبل التمرين. انت ساكن فين؟ انا ساكن في المانيال. وال 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 والجامعه بتاعتك فين؟ الجامعه برضو يعني في الجيزه، يعتبر قريب 10 دقائق. 10 دقائق تمام بالزبط. تمام ماشي. يعني انا بالنسبه لي كل حاجه 10 دقائق، الجامعه 10 دقائق والنادي ربع ساعه. 100 100 ونادي ربع ساعه، انت كده 100 100. فانا مكان متميز صراحه. ده موفر عليك وقت. بس انا اعرف ناس بتبقى ساكنه مثلا في حتت بعيده جدا بتضيع في الطريق مثلا بتاع ساعه ونص. طيب تصحى الجامعه ترجع تنام شويه تروح التمرين. طيب اليوم اللي ما بقاش فيه تمرين وده نادر. فعلا بيبقى يومين في الاسبوع تقريبا، بيبقى مثلا جامعه اروح برده انام شويه، ممكن اروح الجيم في لو في وقت فاضي كمان، يعني حتى الوقت الفاضي بتروح الجيم. بس بالليل بقى لو في فاضي ممكن اخرج بقى مع اصحابي ساعتها. طب قول لي يا دودو مين ماسك الاعلى؟ عايز تبقى زي مين في الليل؟ يعني في مصر ولا بره مصر؟ الاثنين. ممكن بره مصر صراحه ستيفن كوري بحبه لعب قوي. هو برده سفروت زيك كده صح يعني. بس هو بالنسبه لهم سفروت يعني، انما هو لو جه هنا هيبقى سنتر ياكل علينا ايه. ومين تاني في مصر؟ جوه مصر في احمد دوله بتاع الاتحاد، بحب اللعب قوي الصراحه. هو في منك برضه صح يعني، قصير ونفس اللعبه بالظبط، فانا شايف اللي هو ناس اللعب. طيب يعني شايف ايه المهم يبقى في لعيب باسكت؟ يعني انت يعني ايه اللي شايف ان لو الميزه دي في لعيب باسكت محدش يوقفه؟ هو دايما بيقولوا اي واحد طويل يلعب باسكت، يعني انا دايما بيسالوني هو انت بتلعب ايه؟ بقول لهم بلعب باسكت، يقولوا لي ازاي ده انت قصير. هم فاكرين دايما ان الباسكت بالطول، بس لا هو مش بالطول، هو حسب هي بوزيشن بتاع. وكلاعب باسكت مش فارقه بقى انك ايه اهم مهاره انت شايفها؟ يعني الشوط، الدريبلينج، السرعه، ايه اللي انت شايفه في لعيب باسكت لو موجوده فيه على الاقل هو ضمن بنسبه كبيره جدا غير الطول طبعا، ان هو يكون لاعب ولاعب مميز؟ هو لو شويت وبيعرف يقرا الملعب، يعني يعرف في يعني فاهم يبص على زمايله يقرا الملعب صح. بالظبط. وشويت ايه الشوط اهم حاجه في الباسكت الصراحه، لو شويت انت كده ضمنت مكانك في عندك مدفعيه. ما هو الشوط ده زي المدفعيه والطيران بالظبط، عندك الاثنين انت محدش هيوقفك صح. بالظبط. الله ينور عليك. طب اسال نور كده، ايه اهم حاجه انت شايفها في الباسكت؟ والله انا شايف برضو الشوط، لان هو مفتاح كل حاجه يعني. انت مثلا لو لعيب بيشوط
فالدفاع مضطر ان هو يضغط عليه صح. فبيفتح الملعب اكتر يخلي الملعب مفتوح كده كله يعرف حتى يلعب لو مش هيخلق لعب لنفسه. طب انت مين ماسك الاعلى؟ خلي بالك انت يعني انت بتلعب بيج جاي انت تحت الحلقه ماسك الاعلى ما تقوليش بقى ستيف كير تاني بقى خلاص هو حرقه في مصر يعني ولا بره؟ الاثنين. لو بره مصر مثلا في لعيب اسمه بليك جريفن. جريفن ده من وانا صغير يعني حدوتة. بحبه انت جايب العفياجي بتاع الـ NBA هو اللي حببني يعني في اللعبة فظيع ده على قد طوله كده عنده بالكنترول وبتاع كل حاجه وشوطه وكله بنكات وكله انت من زمان تابعه؟ من زمان هو كان خلاني يعني احب الباسكت اكتر. انت بتفهم لان انا بحب اللعيب ده جدا والله العظيم لان مش كتير واخدين بالهم منه بس اللعيب ده حدوتة على فكره هو بشرته بيضه يعني هو مش اسمر وده ليه اعجاز ومع ذلك جسمه بيلعب زيه زيهم بيلعب زيهم. طب في مصر مين؟ في مصر بحب لعب عمرو الجندي عشان انتوا نفس السايز يعني وبعدين لعبه ذكي يعني مش عافيه مثلا او مش عاجلها بيلعب الديفنس بيديهوله. طب قول لي يا نور يعني انت مثلا انت 2003 خلاص انت المفروض السنه الجايه درجه اولى ممكن يكون ما فيش مثلا مكان او لسه مش يعني لسه عايز شويه خبرات عندك استعداد تروح تلعب مع نادي تاني وتثبت نفسك وتجي نادي الاهلي وعلى فكره في ناس كتير عملوا كده. طبعا يعني ما انا كده عارف ان طبعا يعني يبقى احسن لي لو مثلا طلعت بره ورجعت تاني لما اكسب خبره وكده لان الناشئين طبعا غير الدرجه الاولى وكده طبعا يعني يا ريت يعني انت شايف يعني انت شايف انه عادي جدا ان انا اخد خبرات وارجع تاني وخلي بالك لعيبه كتير عملوا كده يعني هفكرك مثلا انتوا عارفين كابتن كريم ضيف اللي هو نائب كابتن كريم ضيف كده راح سنتين ثلاثه ورجع النادي الاهلي على فكره وكان من نادي النادي الاهلي وكان منتخبات كمان فلازم يبقى عندك الويلنج ده انت يعني تشتغل على نفسك وممكن سنه او اتنين وترجع النادي الاهلي مفيش اي مشكله مظبوط. طب قول لي انت المركز اللي بتحب تلعبه انت بتلعب اربعه صح؟ مظبوط. طيب عمرو الجندي بيلعب ثلاثيه واربعه ايه المركز انت تحب تلعبه اكتر ثلاثيه ولا اربعه؟ لا احب اربعه اكتر يعني لان احس ان انا مثلا عندي الباوند كويس وكده فابقى تحت الحلقه اكتر. انت طول عمرك بتلعب اربعه يعني؟ ولعبت خمسه برضه. لعبت خمسه لا بس لما كبرت شويه 18 و20 يعني كنت برضه بلعب البطوله اللي فاتت دي لعبت شويه خمسه. ايه اصعب ماتش كان البطوله دي؟ اصعب ماتش كان الشمس اللي هو الثاني ولا الاولاني؟ لا الثاني اللي هو مش الفيصل اللي احنا خسرناه للاسف اللي هو الاولاني بقى مش الثاني لا اول ماتش خسرناه. طب خسرناه ليه تفتكر؟ يعني من وجهه نظرك يعني ما كناش جايين مركزين طبعا الماتش كنا مركزين في ان احنا خلاص كسبنا يعني ان احنا كان كده قدامنا فرصه وخسرنا ان في ماتش فيصل فكنا جايين مستهترين شويه وكده بس خلي بالك يعني. اللي ظبط الدنيا شويه ليكوا لما الجزيره ضربت الشمس هو ده طبعا ده سهل لنا جدا ان احنا كده كده قدامنا فرصه سواء كسبنا او خسرنا الجزيره خلت لكم الماتش الثاني فاينل لان الجزيره ما كانتش كسبت الشمس لا كان مدينه نصر اللي كسب الشمس مدينه نصر مش الجزيره اللي هي اللي كسبت الشمس ازاي ده؟ اللي كانت مفاجاه ما حدش كان متوقعها لا انا اللي اعرفه ان بلغت ان الجزيره اللي كسبت الشمس مديه نصر اللي كسبت مديه نصر عملت لنا مفاجاه ده بالرغم ان الشمس بصراحه فرقه حلوه قوي يعني الشمس بامانه طب ولعيبه الشمس فيها لعيبه بتلعب في الدرجه الاولى معاهم ولا؟ في مين البوينت جارد؟ لا في عبد الرحمن ناصر اخو عبد الله ناصر عارفه و لا مش عارف بس هو الجميل اللي كان عبد الله ناصر في الاهلي واخوه في الشمس بس مع ده شال بلوك لاخوه لا عبد الله ما فرقش معاه اخوه جاي داخل وده اللي صح الرياضه رياضه يعني طب قول يا دودو يعني يمكن في مدربين بيبقى لهم بصمه معاك يعني يعني مع احترامنا للكل يعني ما بيش يقول حاجه بس في مدرب كده انت بتحس انه حاطط لك بصمه وان انت مهما كبرت برضه هتبقى فاكر مين المدرب ده؟ هو طبعا كل المدربين يعني سابوا لي حاجه ضافوا لك حاجه اكيد ضافوا لي حاجه في تاريخ يعني كابتن اسامه كان لما اتمرنت معاه في ال 14 اي نعم ما كملتش معاه كسيزون بس استفدت منه جدا كتمارين وفي حاجات لغايه النهارده لسه بعملها متعلمها منه طبعا كابتن احمد الجرحي في 16 سنه هو مدرب برضو اللي هو لا جامد احمد الجرحي طبعا يعني هو عمل تاريخ كبير في القطاع الناشئين بصراحه احمد الجرحي وانا كنت بحبه قوي الصراحه وما زلت بحبه هو اللي يعني. هو اللي اصر ان انت تيجي يعني هو كاسلام الكلاني اللي شافك وهو اللي اثر انت تبقى موجود وكان عشان جابني الاهلي فهو ليه اثر كبير عليا اللي انا احبه يعني فاهم وكابتن ماجد طبعا السنه دي ماشي معايا حلو الحمد لله طب الحمد لله طب قول لي يعني عايز برضو نفس السؤال اللي سالته نور انت لو عندك استعداد تروح وتعمل موسم كويس خلي بالك دلوقتي الدوري 16 فرقه 16 فرقه الف وفي برضو حتى مش لازم الالف في الدوري الثاني في فرقه قويه كتير جدا عندك استعداد تروح وعندك العزم والاراده ان انت تثبت نفسك وترجع تاني؟ طبعا هو كده كده حلم اي حد لو يلعب في درجه اولى اهلي او درجه اولى الثمانيه الكبار عامه
فكده كده يعني السنه الجايه انا مش هقول خلاص الباسكت وقف بالنسبه لي لو كملت او ما كملتش، لا انا هبص في حته ثانيه اللي انا ان شاء الله اجي اتمرن على نفسي وممكن ارجع الاهلي ثاني. ده مثلا في مثال في معداوي من لما خلص ال 20 سنه راح طنطا وبعديها رجع الاهلي بعدها دلوقتي في الجيش ودلوقتي في كلام انه ممكن يرجع ثاني. بالظبط. فبرافو عليك الفكر اللي انت بتقوله ده برافو. فانا انت عارف انت بالنسبه لك انت محتاج ايه سواء انت او نور محتاجين وقت زياده بس في الملعب مع فرقه كبيره. ده هيحصل. وعشان انتوا خارجين من قطاع الناشئين الاهلي فهيبقى عليكم طلب لان انتوا متعلمين كويس ويعني يعني عندكم اساس كويس في كره السله. انت محتاج تترمي في الملعب في الدرجه الاولى وده ممكن يجي مع فرقه ثانيه. بالظبط. طيب يعني خلينا نقول ان برضو في الفرقه بيبقى لك شيء حد بتحبه قوي، حد انت يعني معاك من زمان في الفرقه وعلى طول مع بعض في الاوضه، مين معاك؟ يعني هو دايما اللي كان بيقعد معايا في الاوضه بس يعني من سنة 16 مثلا نقول يعني اغلب الوقت كان معاك اغلب الوقت هو نور كان معايا اغلب الوقت وبرضه في دروس ثانويه عامه كان معايا في كل حته ومعاك كمان في القناه معايا ده يعني انتوا ما شاء الله مقربين من بعض جدا. كنا دايما بنخلص دروس ثانويه عامه ونيجي مع بعض التمرين، نخلص التمرين نروح دروس فكل حاجه مع بعض. انتوا مع بعض يعني صداقه مش على قد الملعب بس ده كان بره الملعب. طب وفي السفريات طب احكي لي بقى موقف طريف بينكم الاثنين حصل. مش يعني مش هنختم الفقره بتقولوا موقف طريف موقف كوميدي كده حصل موقف كوميدي او ممكن يكون موقف كوميدي حصل بس مش انا وهو ماشي قول لعيب تاني محمود ماشي. وليد مثلا ايه اللي حصل قول. كنا في معسكر اسماعيليه فكنا رايحين على العشاء على ناكل يعني على المطعم فكنا ماشيين كان في بلاعه مفتوحه واحنا ماشيين فجاه لقينا محمود سقط مننا كده والله بس فرجله اتزنقت جوه فوقع وبعديها تاني يوم كان عندنا ماتش سبورتنج يعني. طب هو كان حالته ايه محمود وليد؟ يعني فضل يضحك شويه وبعديها بقى اتوجع طبعا طبعا بس بعديها ربطناه عادي ولعبنا يعني. ولعب محمود وليد دلوقتي في امريكا بقى مفيش بلعات هناك ولا ايه يعني ربنا يستر عليه بس كان درس وقعت على رقبه ده. الصراحه انت فاكر الموقف ده؟ كان سيمي فاينل مرتبط اصلا فكان عندنا ماتش مهم تاني يوم ف يا خبر ابيض قلقنا طبعا كلنا لان هو فضل رجليه وجعاه ما كانش عارف يمشي جدع يعني راجل راجل ما شاء الله. طب انت فاكر موقف تاني؟ لا والله مش طب قول لي طب انا عايز اسالك برضو زي ما سالت دودو مين المدربين اللي يعني لطشوا معاك جامد؟ كل المدربين طبعا بنحترمهم يعني كل كابتن ماجد وكابتن احمد الجرحي وكابتن محمد اشرف توفيق بس في مدرب بيبقى ليه بصمه عليك مين؟ والله طبعا كلهم كده كده اثروا فيا يعني بس اللي انا بعتبره هو اللي علمني باسكت بجد يعني هو كابتن اسلام كيلاني. كل القطاع بصراحه كابتن اسلام يعني ليه بصمه معاه يعني هو فعلا هو مرني حتى في سن صغير كنت 14 سنه فيعتبر هو اللي علمني كل حاجه في الباسكت يعني. ولسه لغايه دلوقتي اللي انت اتعلمته زي دودو معاك. بالظبط. وكابتن احمد الجرحي طبعا كانت سنه مهمة جدا معاك كسبنا فيها 3 بطولات. صحيح. وكابتن ماجد دلوقتي اهو. نعم. طب قول لي يعني طموحاتك على المستوى الشخصي ايه نفسك تحقق يا ده؟ نفسي طبعا العب في النادي الاهلي درجة أولى يعني. وإننا إن احنا نكسب الجمهورية السنة دي إن شاء الله دي برضه حاجة مين جامد مين عندنا في الجمهورية فرقة جامدة؟ في الزمالك وفي طبعا فرقه اسكندريه سموحه. الزمالك كويسين السنه دي في السن ده يعني شويه. طيب الشمس كويسه هتبقى معاكم وعندك الزمالك عندك فرقه اسكندريه مين سموحه ولا سبورتنج ولا اتحاد؟ سموحه وسبورتنج واتحاد الثلاثه جامدين. اقوياء عندنا. طيب بطوله الجمهوريه صعبه بس انتوا قدها ان شاء الله. ان شاء الله اكيد هنعمل اللي علينا. كابتن ماجد اداكوا راحه قد ايه؟ لا مش كتير يعني 3 ايام ولا حاجه ونزلنا على طول. دخلتوا في الجد على طول. لا ان شاء الله خير وتكسبوا بطوله الجمهوريه وتحققوا انجاز كبير. كل القطاع ان شاء الله يبقى القاهره والجمهوريه. بشكرك يا نور نورتني وشرفتني والف مليون مبروك فرحتونا جامد بالبطوله دي. ربنا يخليك الله يبارك فيك. دودو بشكرك نورتني وشرفتني والف مليون مبروك وان شاء الله لينا لقاء ترجع تاني النادي الاهلي وتلعبوا وتتالقوا وتعملوا اللي انتوا عايزينه. ان شاء الله الله يبارك في حضرتك. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونكمل لقائنا مع شباب السله في النادي الاهلي ولكن بعد الفاصل.